ابسود 3 من تجهيز للبطولة. بدأت اليوم بفاسة كارديو في الشارع. جسمنا ذكي جدا لما بتتمرن وانت مش واكل بيبدأ يتعامل مع الدهون كمصدر طاقة فبتنشف أسرع، وده الجول اللي أنا محتاجه. الموضوع متعب حبتين ومحتاج رجالة. فطار الأيام دي بيكون عبارة عن 130 جرام لحمة و70 شوفان و3 بيضات. معاد صلاة الجمعة ورحت صليت وقلت راح أغير ستايل شعري خالص. أيوة يا عمرو يا حلال، عايز أمشي الجمدين وأرفع الاستخوار عشان شعري هايش. أيوة ولا ده كان الفاينل لوك معانا، ورحت قابلت اكبر متنمر في اصحابي. يا عم العال هتمرمطني النهارده. سخنت وكان عندي بول والحمد لله قدرت ارجع مستوايا في الاوزان، وعشان اتاكد من ده لازم ايدي تتختم بالشكل ده. واخر وجبه بتبقى قفشه انها ما تتبلعش، بس انا بزقها بشويه ريد بول دايت وبس كده. اشوفكم في ابسود 4.